11000 موظف قعدوا في البيت بسبب الذكاء الاصطناعي في شركة واحدة بس. مستقبل شغلك ما بقاش مضمون بسبب الذكاء الاصطناعي. دي أكتر جملة بنسمعها في الوقت الحالي، خاصة بعد اعتماد الشركات والمصانع على الذكاء الاصطناعي. في المقابل تمت إقالة وتسريح آلاف العمال، وده اللي حصل حرفيا في شركة الاتصالات البريطانية العملاقة فودافون، واللي ألغت 11000 وظيفة على مدار 3 سنين اللي فاتت. المديرة العامة الجديدة مارغريتا ديلا قالت إنها عايزة تقلل من مصروفات الشركة علشان تستعد قدرتها على المنافسة، وده اللي كشفه نتائج العام المالي 2022-2023، واللي أظهر ركود في العائدات عند 45.7 مليار يورو بسبب تغول شركات الذكاء الاصطناعي. في الوقت الحالي معدل البطالة ارتفع في المملكة المتحدة خلال الشهور الثلاثة اللي فاتت، وصل ل 3.9% من 3.8% خلال الأشهر الثلاثة اللي فاتت في فبراير الماضي. كمان بلغت عمليات تسريح الموظفين في شركات ألفا ومايكروسوفت وأمازون وحدها أكتر من 30000 وظيفة. نقدر نقول من الأرقام دي إن مسألة الأمان الوظيفي بقت سراب، ولازم كل واحد فينا يتعلم أكتر من حاجة علشان يلاقي شغل.